مرة تانية رجعنا مع حضراتكم وبنواصل حوارنا عن مواقع التواصل الاجتماعي. نورهان، بما انك دارسة حاسبات ومعلومات، انا عايزة اعرف انتوا بتدرسوا، هل في دلوقتي مادة او يعني حاجة مستحدثة كده بتدرسوا عن هذه المواقع، وبتكون دراسة شكلها ايه؟ مش بندرس بالظبط عن الموقع او بس بندرس التكنولوجي اللي اتعمل بيها الموقع ده. يعني كان في مادة اسمها ويب، المفروض بندرس اي موقع الكتروني بدا ازاي وطلع ازاي واحده واحده لحد ما وصل لحاجه اسمها سيمانتك ويب. سيمانتك ويب دي اللي هو حضرتك دلوقتي لما بتتكلمي مثلا مع حد بتقولي له مثلا انا عايزه اشتري مثلا جزمه او حاجه، فتيجي تفتحي الفيسبوك وتقلبي تلاقي اعلان عن الجزمه جه. ده الناس كلها بتتجنن من الحكايه دي. بالظبط، ما عشان الموبايل سيمانتك ويب ده بتبقى شبكه معلومات كبيره جدا، بتبدا تجمع معلومات، بتعمل عن حضرتك كده زي بروفايل فيه كل المعلومات عنك، بحيث ده يساعد في الماركتنج لاي حد مثلا في سواء بقى فيسبوك او انستجرام او غيره. يعني انا دلوقتي بكلم معاكي عن اي حاجه، اي منتج عايزه اشتريه، عن حاله نفسيه عندي، عن التليفون اللي جنبي ده بيلقط بالظبط المعلومات وينقل المعلومات دي لشبكه تانية اللي هي شبكه التواصل الاجتماعي او فيسبوك، بالظبط ويبتدي بقى يعني يجمع معلومات عني، عن حالتي الحاليه، عن بفكر فيه، صح كده؟ بالظبط. يعني دي دلوقتي كارثه مثلا اساسا. هي مش كارثه قوي، يعني هي بتساعد الماركتينج. يعني دلوقتي هل هي بس بتستخدم في الماركتينج، ولا ممكن تستخدم في مثلا انه يحدد مشاكل المجتمع ده ايه؟ ممكن اكيد ممكن مشكله بنسبه كبيره، هي اكيد ليها استخدامات كتيره. احنا برضو في استخدامات ما نعرفش ايه هي. يعني كمان لو مثلا حضرتك بتعملي سيرش على حاجه، بتعملي بحث عن حاجه، بتبداي بعد كده تلاقي كل شويه وانت ماسكه الموبايل الحاجه دي تبدا تظهر لك تاني، مظبوط. فده جزء منه. يعني فاحنا درسنا حاجات زي دي في الكليه وازاي تتعمل. يعني انت النهارده تعرفي تعملي حاجه زي كده؟ يعني هي بتبقى تخصصات، يا يعني اما بقى ابدا اركز. يعني الكليه بتدي اساس لكل تخصص او لكل مثلا تكنولوجي، وانا بعد كده بقى ببدا اشوف تخصص معين منهم وابدا اتجه ليه، ابدا ادور فيه اكتر، ابدا اخد فيه كورسات اكتر عشان ابقى احسن فيه او اشتغل فيه. طب عندك طريقه بقى ان احنا نمنع ده؟ يعني هل ممكن يتمنع ان انا التليفون يعرف انا بدور على ايه، بفكر في ايه، عايزه اشتري ايه؟ ولا هو انا بصراحه ما اعرفش اذا كان في طريقه تمنع ولا لا. مش عارف برضو، ممكن يكون في. دكتور عارف. محمد، في حاجه ممكن تمنع ده؟ يعني هل لو انا طفيت التليفون مثلا، هل ده يوقفه عن انه يجمع معلومات عني، ولا برضو حتى وانا طفيه نفس الحكايه؟ لا، هي الفكره في جمع المعلومات بتتم وقت البحث، زي ما الاستاذه قالت، لما اجي اعمل بحث عن حاجه هو بيعرف ان انا ببحث عن الحاجه دي، لكن مش فكره ان انا بتكلم جنبه طبعا فهو يعرف لوحده او كده، الا لو كان مخترق. لكن فكره ان انا امنع ده، طبعا وقت عدم اتصال الموبايل بالانترنت هيمنع وصول اي شيء ليا او بعد او مني. يعني لو فصلت الانترنت ممكن انه ده يوقف، لان انا من خلال الشبكه هو بيقدر يعرف انا بعمل ايه. فكره البروفايل اللي الاستاذه قالت عليها دي حاجه مهمه جدا. دي حاجه بتعمل حاجه اسمها بصمه الكترونيه. هو مش على الشخص نفسه، يعني مش على الاستاذه او الدكتور، لا، هو بيبقى على صاحب الحساب ده. اي حد بيستخدم كمبيوتر او بيستخدم موبايل او لابتوب بيبقى ليه حاجه اسمها اي بي ادريس. اي بي ادريس ده الرقم بتاعه على الانترنت اللي فاتح ده هو التعريف بتاعه. الرقم التعريفي للجهاز المستخدم هنا. هو بيستخدم بقى الاي بي ادريس ده، بيعرف منه هو بيسيرش على ايه، بيبحث عن ايه، بيدور على ايه، ايه الحاجات اللي بيسال عنها. لان المعلومه دلوقتي بقت اغلى من البترول، يعني المعلومات دلوقتي بقت بترول القرن 21. اهم ما في الدنيا هو المعلومات. استخدام المعلومات في الماركتنج دي حاجه قويه جدا. يعني هم فكره ان هم يستخدموا معلوماتنا في الماركتنج، هو تقريبا الحاجات دي كلها معموله عشان كده. يعني دي بتعمل مبالغ هائله جدا في التجاره الالكترونيه وفي المنصات الالكترونيه للتجاره العالميه والكلام ده كله، بيستخدم معلوماتنا احنا في توجيهه للمنتج اللي هو بيبيعه او المنتج اللي هو بيسوق له. وابسط مثال على كده، ان فكره ان احنا عندنا في شركه اسمها واتساب. واتساب ده برنامج مجاني من غير فلوس، وبيقدم خدمه مجانيه وما بيجيش عليه اعلانات. ايه اللي يخلي شركه فيسبوك سنه 2014 تشتري الواتساب؟ معناها شركه صغيره، يعني شركه كل عدد الموظفين اللي فيها لا يتخطى 53 موظف. فلما يشتري شركه زي دي ب 19 مليار دولار، رقم مش صغير، رقم كبير جدا. ايه اللي يخلي فيسبوك يشتري برنامج زي ده او ابلكيشن زي ده؟ عشان المعلومات. المعلومات.
التداول ده عليه بقى كم معلومات الناس طول النهار عماله تحكي عليه. عشان كده دايما بحاول اقول ان المعلومات الشخصيه او المعلومات السريه او المعلومات اللي بتكون فيها على قد ما تقدر حاجه فيها خصوصيه، يعني يا ريت ما تكونش من خلال الانترنت او من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وكده، لان ما حدش عالم فعلا، ما حدش عارف ايه اللي بيتشاف وايه اللي ما بيتشافش، والمعلومات دي ممكن تستخدم ضدك او عليك او ليك. بعيدا عن المواقع نفسها، فكره ان حد يخترقك، يعني فكره ان ممكن بقت بسهوله دلوقتي ان حد يخترق موبايلك او يخترق الكمبيوتر، فانا ليه ادي فرصه لحد ان هو يعرف عني حاجه انا المفروض ان محدش تاني يعرفها؟ طيب هنا كده دخلنا في فكره ازاي ابقى بحمي نفسي. تمام. يعني حضرتك قلت في الاول ان انا ما اتكلمش مع حد ما اعرفوش. طبعا. ان انا ما يبقاش على تليفوني او على اللابتوب بتاعي اي حاجات شخصيه، يعني صور شخصيه، حاجات. لا طبعا احنا هنخزن الحاجات دي. بس انا بنصح بان احنا لما نيجي نخزن اي صور شخصيه او اشياء يعني مش المفروض ان حد تاني يشوفها، انا احطها على اجهزه غير متصله بالانترنت، يعني على فلاش ميموري مثلا، على هارد ديسك اللي هو المحمول، او على هارد عادي، او يعني اشيل الحاجات دي بحيث ان استخدامها ما يكونش طول الوقت متاح على الانترنت. يعني متصله بالانترنت. طيب هنشوف مع بعض تقرير كده لمده دقيقتين عشان الوقت، وهرجع تاني اسال على حاجه. نشوف التقرير. السوشيال ميديا مهمة جدا، خصوصا ان هي بقت وسيلة تواصل مهمة وبقت شاسات يعني الانتشار، بقت سهلة بحيث ان هي بتقرب المسافات ما بين الناس، ومهم بحيث ان اكتر ناس بقت تستخدم السوشيال ميديا يعني في كل حاجة، في التواصل وفي النشر اي موضوع او اي حاجة عايزين نوعي الناس ممكن خلال السوشيال ميديا، بحيث ان تقريبا معظم الناس بقت تخش على السوشيال ميديا، فالموضوع ممكن تنشري المعلومة بسهولة او كده او ايا كان، بس في نفس الوقت هو ليها مخاطر وكده لازم الناس تتفاداها، يعني بحيث ان مش اي معلومة او كده لازم ناخدها على طول ان هي تكون صحيحة. مهم جدا، بيساعد ان انا اتواصل مع الناس، و يعني مثلا اصور اللي انا عملته وانزله، فبتوصل الرساله مثلا من الصوره اسرع، وبس يعني كده، وتساعد ان انا اتعامل مع الناس بسرعه واتعرف على ناس اكتر. السوشيال ميديا طبعا مهمه لان هي بتدعم موضوع اي حاجه تخلي الانسان يبقى كويس في دنيته عامه، وخصوصا طبعا الرياضه، لان الرياضه هي اساس كل حاجه اعتبر، لان هي اللي بتخلي البني ادم يفكر بفكر منطقي واحسن. السوشيال ميديا من اهم دلوقتي اسلحه الدوله، بتوصل يعني بتقدر توصل لاي حد في اي مكان في العالم. بتوصل قد ايه ان مصر في ظل الظروف القائمه عليها بفيروس كورونا، لا الحمد لله البلد تقدر، وتقدر اكتر من كده كمان. بنرجع نكمل كلامنا تاني عن مواقع التواصل الاجتماعي. دكتور محمد، انا بس عايزه اسال في حاجه، النقطه اللي قالت عليها نورهان، فكره انه ساعات فعلا يعني لو انا ونورهان بنتكلم دلوقتي ممكن قوي بنتكلم مثلا عن الطرحه الحلوه اللي هي لابساها، فممكن قوي ارجع الاقي اعلانات عن الطرح وعن العبايات، فبيحصل كده ساعات. طبعا مظبوط. طب ده بيبقى نتيجه ايه؟ نتيجه ان حد سمعنا. ايوه. طب هو مين اللي ممكن يكون سمعنا؟ التليفون. مين يستخدم التليفون؟ حاجه من الاثنين، يا اما يكون حد مخترق التليفون ده شخص، انت اديتي له موبايلك او بعت لك لينك وانت قبلت اللينك او دوستي عليه، او باي طريقه ما قدر يخترق التليفون ويدخل داخل التليفون بتاعك ويعرف ايه اللي بيحصل، يفتح المايك، يفتح الكاميرا، يفتح الحاجات دي. يعني لو حد اخترق تليفوني هيفتح بقى كل يسمع كل حاجه، كل من يستطيع ان يخترق التليفون يقدر يخترق كل الادوات اللي فيه، من تمام. مايك ومن كاميرا وكده. تمام. الطريقه الثانيه بقى فكره الابلكيشنز اللي احنا بننزلها طول الوقت وبنوافق على بنود الخصوصيه دون ان نقراها. انا دلوقتي لما باجي انزل اي ابلكيشن بيقول لي هل انت موافق على بنود الخصوصيه؟ فانت بتدوس موافق.
ولو ما دوستش موافق الابلكيشن مش هينزل صح وما بنقراش اساسا. فانا طبعا لفكره ان الحياه والسيطره في البرنامج اللي انا محتاجه ده عايز اعمل بيه شغل عايز اعمل بيه ابحاث عايز اعمل بيه حاجه فبضطر اوافق وانزله. انا لما ارجع اقرا بنود الخصوصيه هتلاقي ممكن من ضمن البنود دي بيقول لك ايه، هل توافق على استخدام السماح باستخدام المايك او السماح للدخول الى الصور او السماح لاستخدام الكاميرا. الكلام ده بنقراه كتير. طب انت لما تسمح له ان هو يشغل المايك بتاعك تسمع بقى انا بقول كل حاجه طبعا اكيد استخدم الصور يقدر يخش يشوف جوه. فانت اي ابلكيشن اولا زي فكره ان احنا ما نكلمش غير الناس اللي احنا عارفينهم او ننشر من مصدر موثوق منه، يجب ان احنا لما نيجي نعمل ابلكيشن ان الابلكيشن ده يكون من مصدر موثوق منه. البنود بتاعت الخصوصيه لازم نقراها. لو في حاجه بديله للابلكيشن ده مش هتبص على كل اللي عندي او ساعات يقول لك عايز اشوف اصحابك وعايز استخدم الكاميرا وعايز استخدم المايك واحنا ببساطه اوكي اتفضل اعمل اللي انت عايزه ده بيتك ده كده كانه عمل هاكينج على التليفون بتاعك. طيب انا اللي سمحت له اصلا. انا اللي سمحت له. يعني هو حتى الراجل يعني ما يعني هو بيستأذن انا كده ما اقدرش حتى يعني اساله يعني مفيش مساله قانونيه عليه ان هو طلب ده وانا وافقت بس. ففكره احنا لازم يعني نقلل شويه مش صحيح. لازم كل الابلكيشنز ننزلها لتغيير صحيح. الوجه وتغيير العمر واشوف نفسي انا عندي 200 سنه واشوف نفسي انا عندي 3 سنين يعني ملوش لازمه مش مشكله. شوف الصور القديمه استنى لما رزقك يجي لما تكبر تشوف. طب نورهان عايزه اسالك انتوا بتاخدوا في الكليه او خدتوا في الكليه ازاي تامنوا الحاسبات ضد يعني ضد كل الحاجات اللي بيتكلم عنها دكتور محمد؟ انا كنت قسم هندسه برمجيات في جامعه القاهره وكان في ماده كان اسمها سوفت وير سكيورتي اللي هي تامين البرمجيات وهي بتبقى مخصصه لان التامين ده برضو نطاق اوسع للسوفت وير اللي هو البرامج زي مثلا سواء بقى سوفت وير ده كان مثلا موبايل ابلكيشن او ويب ابلكيشن او لكن تامين موبايلي انا يعني هل في طريقه ان انا اعرف اامن موبايلي اامن اللابتوب بتاعي من انه يحصل فيه هاكينج من انه يحصل فيه؟ اكيد في طرق كتيره. اولا الحرص زي ما دكتور قال الحاجات الاساسيه اللي احنا المفروض كده كده نعملها زائد مثلا ان انا في مثلا لينكات بتتبعت سواء بقى على الفيسبوك او الواتساب نسبه كبيره بتبقى على الواتساب دي ما ينفعش افتحها الا من مصدر موثوق منه او الاحسن انها ما تتفتحش خالص. بتبقى لينك مثلا وعليه خبر ان وانت مثلا خبر مثلا يبقى مثير نوعا ما بحيث انك تدخلي عليه ويبقى كده هو دخل على التليفون دخل على التليفون وامتلكه. ده احيانا كمان تلاقي مش عارفه في ليك صور مش عارفه فين دي كانت انتشرت في فتره كبيره جدا ليك صور مش عارف ايه ادخل بص عليها وتدوسي على اللينك تلاقي بقى مصر كلها دخلت على التليفون. انا هي فكره ان انا لما ابعت لينك اللي بيبعت اللينك ده برده مش يعني مش بيبعته عشوائي هو عارف الشخص ده ايه اكتر الاهتمامات اللي بتشغل تفكيره يعني بتاع الكوره بيبعت له لينك يقول له شوف اخر مش عارف لمحمد صلاح شو واحد مثلا مدمن اخبار يقول له حصل مش عارف ايه حاجه مدمن سياسه وهكذا. فبيبعت لكل واحد المساله اللي هو دايما بيسيرش عليها على الانترنت الموضوع اللي دايما بيدور عليه البوستس اللي بينزلها ومهتم بيها وبيشوف اهتماماته ايه ويبدا يبعت له لينك خلاص هو يدخل موجه من نقطه الضعف طبعا موجه ليه. طيب انا للاسف وقتي انتهى لكن طبعا هو الموضوع يعني اكبر من كده بكتير اكبر من كل اللي احنا اتكلمنا فيه كمان. اتمنى ان احنا يكون لينا لقاء تاني أكيد. نقدر ان احنا يعني نتكلم بشكل موسع اكتر لكن الخلاصه يعني من كلام دكتور محمد حمزه انه ناخد بالنا نبقى حذرين في التعامل مع الاشخاص اللي ما نعرفهمش مع اللينكات مع الابلكيشنز مع يعني تعاملوا بحذر مع النت ومع التليفون مع اللابتوب ما يبقاش الحكاية كده مفتوحة على البحر. بشكر حضرتك جدا دكتور محمد حمزة خبير مكافحة جرائم أمن المعلومات والإنترنت شرفتنا ونورهان محمود حاسبات شرفتينا النهاردة وبشكركم على هذا الكم من المعلومات شكرا جزيلا. مشاهدينا بكده بتنتهي حلقتنا النهاردة أقابلكم إن شاء الله يوم السبت موضوع جديد وضيوف آخرين في حلقة من شباب على الهواء. شكرا وإلى اللقاء.